اهلا وسهلا. هاي اهلا وسهلا بفقرتك. بكوكتيل اليوم عندنا بلو فالي. مزبوط بلو فالي لانه بالاخر الاند ريزلت رح يكون عندي بلو بكعب الفالي، يعني الواده تبعنا. اوكي كثير هين هيدا الدرينك. اللي بدنا هون الكولو قوي. ايه شوي نسبيا. انت رح تحبيه لانه شوي صور باي ذا واي، ما له كثير سكري. اوكي يعني عملش اعمل اشياء قريبه من ذوقك اوقات وقت انت عم تكوني عم تسقي معي. هي هلا اللي بدنا اياه بقلب هيدا الدرينك، بدنا اكيد كونياك اول شيء، بدنا تريبل سيك، بدنا كيراسو بلو. اكيد لما بنقول بلو اكيد بدنا نعمل اكزاكتلي بدنا نحط كيراسو بلو. وبدنا هون حامضه. اوكي حامضه وحده. هلا في شغله بدنا نعملها بس لاين. ايه فيك تحط حامضة عادي. اوكي. ايه بيمشي الحال باثنين. هلا اللي بدنا نعمله بدنا بالاول قبل الثلج بنعوز الشيكر. اوكي. تنبرد الدرينك اكيد. اللي بدنا نعمله بالاول بدنا نستعمل بدنا نحط بلو كيراسي. هيدا عم نعمل هلا بروسس انه زمان مش عاملينها. ايه. مع سكر؟ ايه اسمها ريمينج بروسس. زيت الاسم مع الملح. زيت ال ايه دفنتلي. هيدا هو الرم. اوكي البوردر تبع الكوبايه. يعني وي ار دوينج ذا ريمينج. ذا ريمينج اوف ذا كاب. صح. هلا اللي بدنا نعمل بالاول فاذا ملقط نرجع الكوبايه تبعنا. اسمعوا شو حلو هاللون. ايه انا كثير بحبه. ذكرني بماشكن بشعري. مزبوط. نبرم. بدك تعملي درينكات حسب لون النشاف بشعرك كمان. رح يتحول شعرك صار فينك. بدي غير اللون صار عم بقلدوني كثير. ايه برافو عليك ترند ستر. اوكي هلا من بعد ما نكون حطينا الكراسو بلو على حد الكبايه بنرجع بنغطها بالسكر بهيدا الشكل. واو ومنشيل. اوكي صار عندي لايت بلو كولر مثل ما ملاحظين. اوكي هيدا نتركه هلا بنحطه على جنب. اوكي هلا الستيب الثانيه حامض. حامض بدنا نعصرها اكيد بس ما بدنا اياها كلها باي ذا واي. اوكي بدنا 3 ارباع شوت. اوكي من الحامض بدنا اوكي يعني اصغر حامضة عنا بيمشي حاله. اوكي بما انك عم تعصر احصرها كلها. بلكي عملنا درينك ثاني. ايه رح اعصرها كلها انفاكت ورح نعمل بلكي درينك ثاني ترجع نعلم كيف اشتغلنا هيدا البروسيس كلها. اوكي صرنا الحامض على جنب. هلا بدنا 5-6 ايس كيوب. اوكي بقلب الشيكر. هون عندي 4 هيك عم تحطهم هون 4. اوكي لكن 3 ارباع ال بدنا 3 ارباع شوت من اللايم من الحامض او اللايم. بدنا كونياك شوت وربع. اوكي وتروس كات كمان من تريبل سيك. اوكي يعني 3 ارباع شوت وربع. اوكي اوكي هلا بالاول رح نبلش بالحامض. بدنا الشوت او الميجرينج كوب. اوكي هول 3 ارباع صار عندي. اوكي نحط الحامض. نحط الحامض بالاول. ناخذ
ثلاث ارباع كمان تريبل ساك تريبل ساك تريبل ساك يعني ليكار دورانج وفيه كثير كذا براندز صح ما رح طيب نعمل دعايات يعني سي بون اوكي اوكي هلا بدنا شط وربع شط وربع من الكونياك كونياك كمان في الكونياك كثير ثقيل يعني مزبوط كذا اتوال مزبوط في اس او في اس او في صح بس فينا نستعمل حيال لكونياك ايه مش ما عندي مشكلة هلا هيدا اكثر واحد معطل هيدا اكثر واحد معطل بس انه فينا نستعمل حيال واحد ايه ما بيأثر هلا اكيد الطعمة نكهة بتختلف بس مش مثل عم تشرب الكونياك لوحده يعني لا لا مزبوط لانه عم ينخلط معه 100% صح مثل مثلا اذا بدنا اوقات مثلا نحط رام يم بنحط مثلا روم بلان ويم بيبقى مثلا دارك عرفتي هلا اكيد الطعم تبع دارك غير قصه غير اكيد بس بيمشي الحال اذا حطينا لانه جايين من زيت الاوريجين يعني. هلا البروسيس بتختلف اكيد فيرمنتيشن بروسيس اللي خبير بالكونياك يعني بيعرف يعني بدخل ايه سيجار مع صح. الكونياك بيعرفوا النكهه والطعم يعني على الاصول مزبوط يعني بتكون اكيوريت اكثر صح. بس بالدرينك فينا نحط شوي هلا. شي ارخص يعني فإذا هلا بدنا نحط شط وربع من الكونياك اي مزبوط and next we shake يلا هلا لازم نحط ديفيد بوي شيك شيك بدك تعمل الشيكينج شي مره يلا اوكي بدك اياه اوكي بدك تحطيها على جنب شكيتها خلص طب خلص رح شكيك اليوم عم نلاقي الاسامي على القافية ايه فاذا هلا بدنا نفضيها بدك تحس شو تحت هلا هلا بليك خلينا بس بالاول نفضيها نعم نفضيها بقى بدي شغلة من البراد بدي اجيبها شو هي؟ اللي هي ليمون بيتر او تونيك ووتر شوي ريحتها مثل المارغريتا قريبة شوي قريبة شوي اوكي هون بدنا 3 شوتس اوكي اوكي مش بنعبيها لتصير لفوق يعني ما هي ايفنتشلي رح تصير لفوق بس انا عم بعطي الميجرمنت هي اللي عبره يعني يكون كثير اكيوريت فيها 3 اوكي وهلا اخر شيء بلو فالي اسمها ليه بلو لانه بالكعب اوكي رح نرجع خليني بس جيب شايفه اوكي نايس نضف شوي اوكي نرجع نلقط نجدد كراسو بلو ومنحط ما كثير يعني ربع شوت تقريبا اوكي في تكنيك هلا ايه هلا اللي بقى نعمله بدنا نحط طرف الشوت على طرف الكبايه بدنا نحطهم على مهلنا كثير تينزلوا بطريقه يضل البلو تحت ريزيرف مضبوط تما ينخلط مع البريك على مهلنا على كثير مهلنا واو سي جولي شفتي بيعمل مثل بروفيوجن لانه اتقل بضل تحت صار عندنا ازرق اخضر وجون صح صار عنا شفت الألوان صار في ديجرادافيون دو كولور اوكي كثير حلوة الدنيا وفالي لأنه يعني فالي فالي صح وبالكعب البلو
يعني بقلب الفالي يعني كان صار دومينان البلو من تحت. لما عندي سؤال، لما بنحط سكر او بنحط ملح توتوتو ما بنستعمل الشاليموني ما هيك؟ لا اوقات فينا نستعمل، فينا نستعمل ما بيأثر تستطعم الملح، ايام الملوحه تستطعم فيها او ايام بتحطيها ديكوراتيف. مزبوط اكيد بنحب الملح معه، بس ايام بتكون ديكوراتيف يعني مش اتس نوت ايرول اتول. رح نعمل درينك تاني بس اشوف قد ايه بعد معنا وقت. هلا ثلاث دقائق معنا كثير وقت، بدنا نرجع نعيد كيف عملنا. اوكي نعيد اوكي. فاذا المشاهدين يلي انضموا لنا هلا اكزاكتلي اول شيء لقطنا هذا الجلاس، رح اعمل البروسيس اتليست وبعدين برجع بخبر شو عملنا فيه. البروسيس مثل ما قلت اسمها ريمينج. اوكي نلقط الكبايه، حاطين نحن هون كراسو بلو، هلا بنصورها بنحطها على انستغرام. اوكي فاذا نرجع نلقط الكبايه من جديد وبنحطها بقلب السكر اللي عندي اياه هون مثل ما شايفين، كمان نبرمون. اوكي بكون صار عندي على هذا الشكل الرن او الحفه لونها بلو. ايش حلو طالع عندي. تاني شيء عم نبين على الكاميرا، من كاميرا لكاميرا. هلا بنحطها على الانستغرام. ايه فاذا خلينا نرجع نكفي شو كنا عم نعمل. حطينا شوت وربع من الكونياك بقلب الشيكر اكيد، حطينا 3 ارباع شوت من تريبل ساك، حطينا 3 ارباع شوت كمان من لايم او من حامضه، فينا نحط حامض او لايم ما بيأثر، بنخلطهم كلهم مع بعضهم بقلب الشيكر على 5 ايس كيوبز او 6 وبنحطهم بقلب الكبايه، اخر شيء بنرجع بنزيد كراسو بلو مثل ما شايفين هون بعد عندي شوي بقلب الميجرينج كوب تبعي. اللي بده ينعمل بدنا نحطه على كثير مهلنا على مهلنا لانه تما ينخلط البلو بقلب الدرينك يعني بينتزع صح. بيصير لونه فايت ببعضه، نحن الهدف بالاخر بس انه يرقد بالكعب البلو كولر يعني الكراسو بلو لازم يرقد بس بالكعب. ومينلي فيك تدوق صار. صار فيني ادوق؟ مش بدي احط لك شاليمون كنت حط لك فايت؟ اوكي في لايك هلاك. ايه شو تاكل؟ ما كثير مش كثير سكري ولا ايه كثير طيب صحيح. وبحس بيلبق له ملح كمان. شو بيلبق له؟ برافو بيلبق له يكون ساور. ساور بيلبق له. فينا نعمل بعد شغله، فينا نعمله مع ملح ناصر حامضه. ايه فينا نعمل هيك ناصر حامضه وبدل يعني بدل البلو كراسو مزبوط، نحط حامضه ونرجع نحط الشوجر مثلا على كمينه ايه يعني بيطلع ساور بيطلع كثير طيب، بيعمل رابيل مع الموجود هون. اي لافد ات great. Thanks جوزيف، منشوفك سبت الجاي مع درينك جديد. مشاهدينا انا برجع بطلع عليكم نهار الثلاثاء، ما تنسوا البسمه على وجهكم. باي باي.